ست سنوات على اعتقال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية. أكثر من سنتين الشعب البحريني يتظاهر مطالبا بحقوقه البسيطة والعادلة. في 27 من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 2014 تحول المحاور والمفاوض مع ولي عهد البحرين عام 2011 في زمن الحراك والمنادي بالديمقراطية التوافقية وبإصلاح النظام لإسقاطه إلى متهم بالتخابر مع قطر والإضرار بمصالح البحرين القومية، ويقضي حكما بالمؤبد مع قيادات معارضة أخرى. أقول هنا لست مع إسقاط النظام وإنما مع إصلاح النظام، هكذا بدأنا وهكذا سنستمر. واقع قاس يعيشه البحرينيون. حافظ أبناء الجزيرة الصغيرة على سلمية حراكهم رغم القمع والقتل والاعتقال والكيد السياسي الحاكم. فوق ذلك جاء النزاع بين الجيران الخليجيين ليظلم قضيتهم أكثر ويحاصرها. على مدار ست سنوات لم تتوقف المناشدات والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن إنسان وصفه محبوه في الوطن بالإنسان الذي يعرف الحب في ذاته والمتناغم مع غيره والحالم بإقامة دولة المواطنة والعيش المشترك والتساوي بين الجميع. ما قيمة الإنسان حتى لو كان حاكما ظالما خسران؟ بعد ست سنوات لم يتغير شيء في ذهنية الحكام في البحرين تجاه شعبهم رغم تغير شخوصهم بوفاة رئيس الوزراء المتشدد تجاه المعارضة واستلام ولي العهد رئاسة الحكومة. لا يختلف اثنان على الدور السعودي المعادي للمعارضة البحرينية، ما قد يفسر عدم تجرؤ المنامة على منح المعتقلين جزءا ولو يسيرا من الحرية التي يطالبون بها، بل ذهبوا في اتجاه آخر يخالف إرادة الغالبية من سكان المملكة.